عز عز بكلمك على فكرة. أنا لسه أسرق قفل معايا التليفون. أنت قلت لحد إن إحنا مش إخوات؟ لا طبعاً. هقول لمين يعني؟ سيف العزاز يكلمه وقال له كده. سيف أبو رودي؟ وهو ماله مال الموضوع ده؟ قولي لي أنت. أنت قلت الرودي أو مروان؟ هو مروان دخله إيه أصلاً؟ والله أنت اللي أدرى. هي الهانم بقى مصاحبة من ورايا ولا إيه؟ انت جاي تفتكر دلوقتي يا عز انا مع مين ومصاحبه مين؟ صحيح ده مش وقته. انا مش عارف احنا هنحبب ايه في المصيبه اللي احنا فيها دي. انت عارفه اسرك طلب مني ايه؟ يقتلك. انا خلاص مش عارف احميكي. انت لازم تهربي. الحمد لله على السلامة يا حازم. وحشتنا يا حازم بيه. الله يسلمكم. ناصر عامل ايه؟ معقول برضه تسأل سؤال زي ده وتمانية هو الحارس هنا يعني؟ ناصر هنا عملنا في رقبتنا يا حازم. ما تقلقش. ما بقتش قلق يا أمير. بتبص لي كده ليه؟ افتكرت الدار واخواتي. هم عاملين ايه صحيح؟ كويسين ومبسوطين. المهم تكون أنت مبسوط هنا. مش حد بيخرج من داره ويبقى مبسوط يا حازم. جرى يا امير فيها الراجل لسه جاي يعني عايز يرتاح. اتفضل اتفضل حازم بيه. استاذنكم يا جماعه. بقول لك ايه، انا عندي خطه امنيه ما تخرش الميه. حلو، ايه هي؟ احنا نكهرب سور الفيلا. تمام، لازم بقى نعرف الناس اللي في القصر. تبقى باظت الخطه. تصدق عندك حق. بقول لك يا تمانية، سموك تمانية ليه؟ اولا عندي الحاسه التامنه. ماشي. ثانيا بحط 8 خطط في الثانية. واضح. ثالثا بقى وده الأهم، 8 و8 كام؟ 16. و16 على الاثنين؟ 8. الله يفتح عليك. أول مرة تغيب عننا كده يا حازم. كل ده؟ حقك عليا. أنا قلت أريحك مني شوية. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ طب والله أنت وحشتني قوي. انبسطت هناك يا حازم؟ جدا. شفت بقى؟ مش أنا قلت لك هتنبسط؟ بعد كده تثق في كلامي. بس هو انت مالك؟ انا حاساك متغير. عشان لبس يعني؟ لا مش لبسك يا حازم، في حاجه تانية. كلنا بنتغير يا ياسمين. اوعى تكون زعلان مني يا حازم. معلش انا ما كلمتكش بس يعني قلت رايحك مني شويه. مفيش حاجه تستاهل الزعل غير الحاجات المهمه. وانا في حاجات كتير قوي ما بقتش مهمه بالنسبه لي. المهم اكون مبسوط. المهم تكون انت مبسوط يا اخويا. حازم حازم يا حبيبي وحشتني. حضرتك وحشتني اكتر. كبرت وحلويت كده ليه؟ كبرت في يومين يا ماما. هما كانوا يومين بس. وحشتني قوي يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. كنت محتاجه لك قوي الفتره اللي فاتت. ما تبعدش عني تاني كده. انا ما عادليش غيرك. مش هبعد عنكوا ابدا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تعال أنا عايزك. مستغربة ليه يا أمي؟ ما حضرتك اللي قلتيلي إن كل حاجة بميعاد وإن أنا كده كده كنت هعرف. طبيعي بقى لما أعرف إن أعمل زي ما عمي شريف ما كان هيعمل لو ما ماتش، وأعمل زي ما زكريا ما كان بيعمل قبل ما يموت، وأعمل اللي صالح كان المفروض يعمله عشان ما ترميش رميته دي. كنت فاكرة إنك لما تعرف يبقى أكيد مش هتكمل. أصل التجارة دي يا حازم هي اللي ضيعت إخواتك وهتضيع عيلتنا كلها لو كملنا فيها. وأنا مش قادرة على أي عذاب تاني. كفاية عليا كده بقى. يا ريت كان ينفع. التجارة دي لو خدت مننا كتير فهدتنا أكتر. وضع ومال وسلطة. العشب هو وعم يسلم بيعملهم طول حياته. ما ينفعش دلوقتي نيجي نضيع كل حاجة حتى لو كان تمن ده موت. ده بقى اللي انت اتعلمته في الدار؟ هو ده اللي اتعلمته لما عرفت وفهمت.
وبعدين حتى لو اتعلمت ده في الدار، هو مين اللي بنى الدار دي؟ مش ابويا برضه؟ الله يرحمه. عارف احنا في غنى عن كل ده، مش محتاجين اي حاجه من الحاجات دي. انا مش عايزه اي حاجه غير اني اعيش كده حياه هاديه وبسيطه زي كل الناس العاديه ما بتعيش. عايزه انام ليله واحده وانا مش خايفه من بكره. الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده ما فيهوش رجوع يا امي. عندنا حل من الاتنين، يا نكمل يا هيتداس علينا، وده اللي لازم حضرتك تبقي فاهماه. قلبك قاسي يا حازم. عارفه ايه اكتر حاجه كانت بتوحشني في الدار غير ان اشوف حضرتك؟ حازم اللي انا سبته هنا. ساعات كتير كنت ببقى عايز اكلمكم اسالكم عنه. ترى لسه تافه زي ما هو. اقصى طموحه ان البنت اللي هو بيحبها تحبه. انت خلاص. بس لما عزيز بقى حكالي عن السر اللي انتم مخبينه عني طول حياتي، عرفت انه مات. في ايدك ترجعه. اللي بيموت ما بيرجعش. زكريا قال لي كلام زمان ما فهمتوش غير دلوقتي. قال لي ان القدر بيمشينا في طريق احنا ما بنختاروش. انا ما اخترتش، بس انا لازم اكمل عشان انا حازم زين العطار. لازم اكمل عشان ابويا واخواتي وعشان حضرتك. ما شايل اسم راجل ضحى بحياته كلها عشان يبني كيان اسمه عيله العطارين. مش انا اللي هضيع يا امي. كنت فاكر اني لما اشوفك هبطل خوف، بس كنت غلطانه. دلوقتي خايفه اكتر. خايفه لا تضيع انت كمان مني. لو سمعت كلامك كل ده هيضيع. رايح فين؟ حاضر اخويا. بعدها هطلع لعمي سليم عشان في شغل ما بيني وما بينه لازم يخلص. مفيش جديد. مفيش. أنا حسن لسه معرفني. آسف إن أنا ما جيتش قبل كده. لا كويس إنك ما جيتش عشان تكمل علاجك. قولي صح، أنت عامل إيه دلوقتي؟ أحسن كتير. الحمد لله. اللي عملوا معايا حسن والدار فرقوا في حياتي كتير قوي. خلوني بني آدم تاني خالص. أنا بحمد ربنا على اللي حصل. وعايز اشكرك بجد عشان من غيرك كانش زمان يبقى موجود دلوقتي. انا ما عملتش حاجه يا حازم. لولا صالح ما كناش عرفنا نتصرف. ربنا يقومه بالسلامه يا رب. صالح، انا هقول لك حاجه زكريا قالها لي زمان. حقك هرجعه لك. يعني خلاص هنعمل العملية بكرة؟ هتعمل العملية وهترجع مصطفى. والعملية دي كبيرة؟ بص، على حد علمي هي مش عملية كبيرة، يعني الموضوع مش محتاج جراحة، هي تتشال بس بالليزر وفي وقت قليل جدا. وعلى كده هيبقى فيها بنج؟ اه طبعا. وانت هتبقي واقفة جنبي وهما بيعملوا لي العملية ومديني البنج؟ والله لو ينفع انا ما عنديش مشكله خالص. ربنا يستر. انت خايف ولا ايه تمام؟ لا لا، خاف من ايه؟ انا مش خايف من العمليه طبعا، بس انا بخاف قوي من الحقن، وبخاف كمان من البنج بصراحه.
طب وانت ايه اللي يخوفك في البنك؟ مرة ايام الشقاوة عيل طلع على تيكا كان عايز يتخانق معاه ويعمل معاه حاجة كده، بعدين تيكا راح معوره في وشه، بعدين انا خدته عشان صعب عليا ورحت وديته لتمرج من الناس اللي هم تحت السلم، فطبعا اداله بينج عشان يتملك منه. فالواد بقى قال لنا كل حاجة، امه اتولدت امتى واسمها ايه، وقال لنا كل شخصيته بكل حاجة، يعني مش عايز اقول لك قال لي تاني. طب وانت ايه الكلام اللي يخوفك انك تقوله في حاجة زي دي؟ خليها تيجي بظروفها بقى. بص يا تمانية ما تخافش، اللي اعرفه انها بتتعامل ببنج موضعي مش بنج كلي، مع اني بفكر والله خليه يعملها لك ببنج كلي عشان نسمع الفضايح. بس ممكن ما تطلعش فضايح، مش ممكن تطلع حاجات جميله؟ يمكن. اسمع مني يا عمار، لو ما ناويش تمشي زي ما باجي رجاله النوبه عملهم مكانك عندي. قصدك ايه؟ سليم بيكلمني ومحتاج رجال عشان العمليه اللي جايه، وانا ما لقيتش حد يسد غيرك. قلت ايه؟ طب وسليم بيكلمك انت وما يكلمنيش انا ليه؟ وما خلانيش اكلمك. انا بصريحه العباره شفتك واد راجل وفاهم وقادر تشغل تحت يدك 100 راجل. شوف يا معتصم، انا جيت الدوار هنا بالامر ومش همشي منه غير بكيفي، وبصراحه بقى انا كيفي مش جايبني ان امشي، حتى لو كل الرجاله اللي معايا سابتني ومشيت هفضل قاعد كيفي. ها يلا تصبح على خير. انت من اهل الخير. ايه قولك قاعد في الكلام ده؟ الواد ده مش وش نعمه ولا يهمك، اللي زي ده في منه كتير. المهم عايزك كل ما سليم يطلب منك حاجه تطلب قصادها فلوس. عايزين نكملوا تمن الارض بتاعت ولاد ابو عوض. ولما نكملوا تمن الارض هنشتروا سلاح للرجاله منين؟ هو انت لازم تشتراه؟ قصدك ايه؟ رقم المطلوب مغلق او غير متاح. لسه مقفول برضو؟ مش عارفه في ايه؟ ده اياد اكتر واحد بيهتم ان موبايله يفضل مشحون طول الوقت. يعني الموضوع مش ان موبايله فصل شحن. انا مش مطمنه. طب انتي معكيش رقم اي حد من قرايبه اللي كانوا في الفرح بتاعكم؟ يعني ولاد عمه، اخواته، اي حد؟ للاسف معيش رقم اي حد خالص. هتلعى عواقب سليمه يا رب. خلاص يا نادية، مش قادره استحمل، ما عنديش قوه اواجه اي خبر وحش. مش عارفه ايه اللي احنا فيه ده، احنا في كابوس ولا ايه؟ اهدي بس يا حبيبتي، ان شاء الله هيظهر دلوقتي. يا رب يا رب. صدق يا واد يا حازم، اول مره احس انك شبه ابوك قوي كده. بقيت راجل العيله تتسند عليه. وانا قدها يا عمي. عارف، لانك ما هربتش من حمل العيله. اخواتك كمان كانوا زيك كده، بس للاسف الوقت ما سابهمش يكملوا. بس انا هتحدى الوقت وهقف لاخر نفس فيا، حق اخواتي هرجعه. هنرجعه. عارف يا حازم، من ساعه ما كلمتني في التليفون وانا حاسس براحه ما حسيتهاش من يوم اللي حصل لصالح. عرفت ان زين ساب راجل هيكمل من بعدينا اللي بدأناه. زمانك دلوقتي بقيت أشطر في النشاه. في الرماية يا سيدي، ما تزعلش، ده سلاح زين، خليه معاك. محدش عارف مين هيشوف ايه امتى. وبعدين يا عم سليم، ايه اللي بعد كده؟ انا عايز اتحرك على الارض. هتتحرك؟ مش انت قلت لي ان لسه في رجاله في الدار عايزين يشتغلوا معانا ومستنين الاشاره؟ يبقى اديهم الاشاره واعمل حسابك انك هتفضل هنا يومين. انا هسافر يومين وهرجع.
مش عايزك يا حازم تتحرك ولا تخرج من هنا من غير حراسة. الحراسة عندك بتكون بر. ها؟ وقريب قوي هخليك تتحرك على الأرض يا حازم يا عطار.